أهلا بكم مجددا في جلسات اليوم الثاني لاجتماع حكومة دولة الإمارات لنستكمل الحوار حول استعدادات الدولة للمرحلة ما بعد كوفيد-19. This disease is too infectious so that it will not become a dominant determinant of economic policy until more than 80% of the population is immune. Countries will have to choose explicitly or implicitly how they going to get to 80+% immunity. I would say that the majority of countries are under lockdown and thinking of post-lockdown. And they're now figuring out that that has to be a gradual process where they need to learn. You can have more efficient lockdowns and social distancing without lockdowns, provided you keep your country disconnected from the rest of the world. دولتنا ولله الحمد كانت سباقة. نحن أول دولة عربية أعلنت عن حالات إصابة. نحن من أوائل الناس اللي بدأنا في موضوع الفحوصات بطريقة قوية جدا وسباقة جدا، وكان لدينا كل إمكانيات الفحوصات. نحن من الدول القليلة اللي مستمرة في موضوع فحص PCR اللي هو الفحص الدقيق والمكلف في نفس الوقت. نحن منذ البداية كانت اجتماعات هيئة الأزمات والطوارئ كانت في يناير قبل حصول أي حالة إيجابية بفترة، لربما اجتمعت اللجنة المعنية أكثر من اجتماع حتى وصولنا إلى لربما أول حالة. ما تقوم به الإمارات من فحوصات في يوم واحد يعادل ما قامت به كثير من الدول. فرجائي للجميع، كل من يعرف شخص في القطاع الصحي يشد من أذى، شجعه، يتصل فيه، يشكره، حتى نستطيع أن نكمل بنفس الكفاءة إن شاء الله. ارتعاش اقتصاد دولة الإمارات يعتمد على عاملين رئيسيين. أولاً سرعة احتواء الوباء نفسه، كل ما خلصنا من المدة كل ما استطعنا فعلاً في إعادة قطاعات معينة لدورة الاقتصاد الطبيعية. العامل الثاني هو عودة الاقتصاد العالمي إلى استقرار والاستدامة وإلى النمو. تأثير كوفيد سلبياً في النزول في الاقتصاد إلى فترة معينة، ومن ثم السيطرة عليه والبدء في النمو التدريجي مدعوم طبعاً بالنمو الاقتصادي بارتفاع أسعار النفط وأمور أخرى. تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نحول التحديات إلى فرص، فهذه التحديات اللي نواجهها اليوم تعلمنا كيف نقدر نتجاوب ونكون أكثر مرونة في التصدي للأزمات في المستقبل. الحمد لله نحن آمنين غذائياً، وأثبتت منظومة الغذاء في الدولة أنها تتمتع بجاهزية عالية واستمرت بالعمل بكفاءة غير مسبوقة. نؤمن بأن التكنولوجيا الحديثة والأبحاث العلمية في مجالات مثل الزراعة المغلقة والاستزراع الأحياء المائية تمتلك العديد من الحلول لتحدياتنا الغذائية في المستقبل، فهي توجه عالمي نقدر بها أن نعزز الزراعة المحلية بإنتاج كميات أكثر وباستخدام موارد طبيعية أقل.